أهلنا المغتربين يا أبناء فلسطين، كلنا ثقة بأن وجودكم اليوم ومشاركتكم في هذا المؤتمر على تراب فلسطين الغالية لهو خير دليل بأن انتماءكم لهذه الأرض خالد في ضمائركم ومحفور في قلوبكم ووجدانكم، فأنتم خير سفراء لشعبكم ولقضيته العادلة، وعلى عاتقكم تقع مسؤولية الدفاع عن حقوقه الوطنية ودعم موقفه وتعزيز حضوره دوليا وصولا لأهدافه الوطنية بالحرية والاستقلال. أكثر شعب متعلم بالمنطقة، بين كل 1000 فلسطيني في 27 خريج جامعي. احنا بنينا بيوت الناس وبنينا دول الناس، حان الوقت لأهلنا انه يبني بيوتهم، وحان الوقت لمغتربينا انهم يبنوا بلدهم، والمسؤولية علينا وعليكم، واحنا شركاء احنا وياكم في هذه البلد. Algún lazo roto hoy ha sido restaurado, que si existió alguna distancia entre patria y diáspora hoy ha sido salvada, porque creo que el profundo vínculo que como diáspora tenemos con la madre patria siempre es posible de ser fortalecido en aquella lucha común que significa contribuir a nuestra causa nacional y a la liberación de Palestina. Here in and in the diaspora that can reconnect with Palestine to do it, because for us it has been so rewarding, and it's our duty.
We are very proud Palestinians living in Chile, and it is our duty to say thank you to Palestine and to Bethlehem for all that we have. بيت لحم أن ينطق بمناسبة هذا المؤتمر الحيوي والهام لقال وعبر عن فرحته ابقوا هنا اشتقت لكم. فتواجد أبناء بيت لحم على ترابها لهو بحد ذاته وبمعزل عن أي تقييم لنتيجة هذا المؤتمر المكسب والإنجاز الأكبر. أرحب بكم مرة أخرى وأقول لكم بأن جذوركم في هذه الأرض ممتدة في عمق التاريخ كجذور شجر الزيتون، وما زال طير الحمام يبعث الأمل ويبشر بعودة الأهل، وباب الدار مفتوحا ينتظر العودة. وشكرا للجميع.